الحقيقة أنه منذ يعني قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بالفتح التدريجي، المتعلقة بتمديد ساعات الحظر، المواصلات، الدور، السينما والمسارح ونوادي والمطاعم والقهاوي اللي هتفتح بنسبة 25%، احنا شايفين زي حالة من حالات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وكل حتة، أنه إيه الآلية؟ يعني إزاي هنفتح 25%؟ مين هيبقى ليه الأسبقية؟ إزاي هنضمن يمكن تعقيم هذه الأماكن؟ لأنه يمكن زي ما قلت لحضراتكم بالأمس أنه مسألة الفتح التدريجي ليس لها علاقة بالوضع الصحي لا في مصر ولا في خارج مصر، يعني الوضع الصحي منفصل تماما عن العودة للفتح التدريجي ونشاط الاقتصادي مرة تانية، لأنه الحقيقة أنه في ملايين الملايين اللي تضررت طبعا في داخل المصري وخارجه، فكان القرار العالمي بالفتح التدريجي مرة أخرى. إحنا بنحافظ على مسألة الفتح التدريجي نبتديها ب 25%، ولكن يعني إيه 25%؟ طيب خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا لمهانم بحضرتك وبأهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. طب خليني أبدأ مع حضرتك، أكيد حضرتك تابعت السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وفي حالة من حالات يعني الهزار اللطيف الخفيف يعني عن آلية تطبيق ال 25% من الطاقة الاستيعابية في المقاهي تحديدا، إزاي هيتم تحديد هذا الأمر ولا هتتركوه لي أصحاب أو القائمين على هذه الأماكن؟ خلينا نقول لحضرتك يعني في سبيل ان احنا نرجع عجله النشاط الاقتصادي في الدوله تدريجيا وفي نفس الوقت نحافظ على الاجراءات الوقائيه والاحترازيه للحفاظ على اهلنا في المحافظات المصريه، فتنفيذا لقرار دوله رئيس مجلس الوزراء مع الوزير اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه اصدر اول امس كتابين دوريين، النهارده الكتاب الدوري 181 ده بيحدد الاشتراطات العامه لفتح المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات المرخصه من وحدات الاداره المحليه، وحصل توافق مع السيد وزير السياحه ايضا في هذا الشان بالتنسيق. وخلينا نقول اول حاجه يا فندم قيام المسؤول عن المنشاه، مدير المنشاه، هذه المنشاه مطعم كافيه حلواني، يقوم قبل الفتح بتوقيع اقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصه بالسماح بالتشغيل، ولا قدر الله في حاله ثبوت مخالفه لهذه الضوابط والاشتراطات سوف يتم سحب رخصه المدير ووقف نشاط هذه المنشاه. ده الاقرار ده هيكون عند حضراتكم؟ الاقرار ده يا فندم بيكون في المحافظات واللي هيفتح وعايز يفتح بيوقع على هذا الاقرار طبقا للضوابط والاشتراطات اللي هي اليه العمل اللي احنا بعتناها للمحافظات اول امس واللي انا هقراها على حضرتك، سواء تتعلق بالمكان او تتعلق بالعماله في المكان او بتتعلق بالرواد اللي هيزوروا هذا المكان. اتفضل يا دكتور. اولا يا فندم استقبال الرواد بنسبه 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان تحدى أقصى إلى حين إشعار آخر. حين إشعار آخر ده معناه لما هنلتزم بالنسبة دي نلتزم بمقررات التشغيل دي، ده معناه إن الأمور هتمشي في اتجاهها الطبيعي إلى زيادة عجلة النشاط الاقتصادي، يعني زيادة هذه النسبة. طب ننفذ النسبة دي إزاي؟ بالظبط 25%. أول حاجة يا فندم هنبص للمكان سواء كافيه أو مطعم أو محل حلويات، أول حاجة ما بين كل ترابيزة وترابيزة هنترك مسافة 2 متر. طب الترابيزة قاعد عليها أشخاص، يبقى كل شخص والتاني هيترك مسافة على نفس الترابيزة 1 متر ما بين كل شخص وآخر. مع الأخذ في الحسبان لو عيلة جاية مع بعض يبقى حد أقصى 6 أفراد، بحيث يبقوا 3 قدام 3 وفي تباعد متر ما بين كل واحد من الستة. طيب يا فندم هنيجي دلوقتي الترابيزة اللي قدامنا مفروشة بمفرش، يفضل أن يكون المفرش أحادي الاستخدام، يعني بعد ما يستخدم لمرة واحدة بالظبط كده. طب لو مصرين نعمل القماش، يبقى القماش ده يستخدمه زبون واحد وبعد كده يتلم يتراح يتغسل ويتعقم ويطهر وبعد كده يبقى اتفرش تاني في وقت آخر. طب الادوات اللي احنا هنستخدمها يا فندم، الادوات المتمثله في ادوات اكل في ادوات شرب، يفضل الادوات احاديه الاستخدام ايضا. طيب اللي على الترابيزه في ادوات للتطهير والتعقيم موجوده ومناديل تعقيم على الترابيزه. طيب نيجي للمكان المحيط اللي احنا فيه،
المحيط اللي موجود نتأكد أنه تم تطهيره وتعقيمه، يعني الأرضيات، الجدران. طب حضراتكم هتتأكدوا من ده من خلال متابعة ومراقبة؟ في ناس هتنزل تراقب هذا الأمر يا دكتور؟ أيوة يا فندم. طيب وحاجي لده بالتفصيل مع حضرتك. أنا بعتذر لأن أنا وقتي يعني بينتهي، فسريعا يا دكتور بعد إذنك. تحت أمر حضرتك. طبعا حظر الأوبن بوفيه كذلك الأمر يا فندم، بتكون كل هذه الإرشادات موجودة والتعليمات على باب المحل. بالنسبة للعمالة اللي موجودة طبعا حظر تقديم الشيشة، كذلك الأمر بالنسبة للوحات الاسترشادية، سواء لو في أسانسير نستخدم الأسانسير بنسبة طاقة 50% ويكون ده مدون على الأسانسير. كذلك الأمر في علامات استرشادية في الأرض لدخول الأسانسير أو لدخول المحل تحافظ على التباعد، أو لدخول الحمامات تحافظ على التباعد. السلات المهملات اللي موجودة في الأرض تكون بتستخدم بالأرجل عشان منع التلامس. لو المكان فيه مطبخ يبقى يلاحظ فيه التباعد في التجهيز. لو في ترابزين، التطهير والتعقيم المستمر. طيب. بالنسبة بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا وعلى كل هذه المعلومات. بعتذر لضيق الوقت، ولكن يعني كانت نقاط هامة جدا. آلية استقبال ال 25% في المرحلة القادمة مع الفتح التدريجي لكل المطاعم والقهاوي ودور السينما والمسارح والنوادي.